مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع. بشكركم كلكم على حضوركم معنا اليوم رغم كل الأحداث والصعوبات اللي مرقت على طرابلس من خلال هالأيام. طبعا نحن بنأسف على اللي صار، وبس أصرينا نكفي ونعطي صورة لطرابلس اللي هي الصورة الحقيقية، صورة التعايش والانفتاح. بس حبينا كمان تضامنا مع أهلنا بطرابلس نختصر الفقرات الموسيقية اللي كانت مفروض تكون من ضمن هالسهرة، وبدي أطلب منكم كمان نوقف سوا دقيقة صمت على روح الشهداء اللي سقطوا. بعرف انه بروتوكوليا مفروض رحب بالرسميين الموجودين معنا اليوم، وهن مشكورين فردا فردا على حضورهم، بس نحن بجائزة موريس فاضل واكيد الرسميين معنا بنعرف انه العنصر اللي بدنا نضوي عليه اليوم هن الشباب اصحاب المشاريع اللي رح يطلعوا على المسرح من بعدي. هن اهم ناس اليوم بالنسبة لنا. هالمشاريع صار لهم 6 أشهر عم يشتغلوا عليهم، وبالنسبة لكل واحد منهم فكرته مشروع ناجح بحد ذاته. بس قبل ما يطلعوا على المسرح وعرفوكن على مشاريعهم، بدي أنا أعرفكن عن فكرة صغيرة كانت بركة أصغر فكرة من 75 سنة، وهي سبب وجودنا سوا اليوم. هالفكرة اسمها الأبيسي، وهالجائزة يلي رح نعطيها اليوم لأنه موريس فاضل من 75 سنة حلم وفكر مثل هالشباب الموجودين معنا اليوم، وانطلق من لا شيء تيوصل للي وصل له. فاليوم قصة نجاح موريس فاضل صارت جايزة، وهالجايزة رسالة للشباب انه انتو كمان طلعوا بأفكار، طلعوا بمشاريع نفذوها، وان شاء الله هالمشاريع تكون حتى اكبر من الأبيسي. ومثل ما بيقول شعارنا، ان شاء الله افكاركم تنور الشمال. فكيف وصلنا لهالمرحلة اللي نحن فيها اليوم؟ المرحلة النهائية تبع مسابقة أفضل خطة عمل بالشمال. 503 مشاريع تقدموا لمسابقة أفضل خطة عمل بالشمال اللي هي جائزة موريس فاضل، من قبل أكثر من 1000 شاب وصبية من كل أقضية الشمال السبعة. لجنة تحكيم مؤلفة من 45 شخص رجال وسيدات أعمال لبنانية قيمت هالمشاريع واختارت 30 فريق يلي تأهلوا للمرحلة الثانية من هالمسابقة. هالفرق 30 شاركوا بدورة تدريبية خلال يومين بمساعدة 10 خبراء بمستوى عالمي، و12 فريق وصلوا للمرحلة اللي نحن فيها اليوم. قدرنا نحقق هالقد بسنة واحدة، وصراحة بهالمشروع كبدنا نفاجئ الشمال، أما الشمال هو اللي فاجأنا بهالرقم القياسي 503 مشاريع. وفاجأنا كمان بنوعية المشاريع اللي تقدمت، وهلأ رح تسمعوا من قبل لجنة التحكيم قديه كانوا هالمشاريع مميزة بمستوى كتير عالي. فبهالمناسبة كمان بتشكر أعضاء لجنة التحكيم النهائية اللي هن جاك صراف، خاطر أبوي حبيب، سلام يموت، ميشيل شماس، وعمر الحلاب. أما هالإنجاز، أما هالحلم بالنسبة لإلي ما كانت حقق من دون مساعدة ومساهمة كتير من الناس ومن فعاليات الشمال، ابتداء بجماعات الشمال كلها. ان شاء الله تطلع هلا اساميهم اليوم على الشاشة تماما ما انسى حدا. ساعدونا اولا لان فتحوا بوابهم لنعرض مشروعنا لطلاب وخريجي جماعات الشمال، ثانيا لان ساهموا بالدورة التدريبية وعطيونا من خبرتهم. ساعدونا كمان ببرنامج الترشيد لان كل فريق كان عنده مرشد تا يساعده يتقدم خلال المراحل تبع هالمسابقه. بدي اتشكر كمان غرفه تجاره الشمال وعلى راسها سيد توفيق دبوسي، ومؤسسه البيات والسيدان نصري معوض وفواز حامدي، اتحاد بلديات الشمال وكل من بلديات الشمال. بدي اتشكر كمان الاعلام اللي وصلوا خبرنا و
قدرنا نوصل لأكبر عدد ممكن من المبادرين الموجودين بمنطقة الشمال. وما فيني أشكر الإعلام من دون ما أشكر بالأخص منذر المرعبي اللي ما أفى أي مرحلة من مسابقتنا. بدي كمان أتشكر أعضاء مجلس إدارة جائزة موريس فاضل، السيدة فاضية علم مديرة فرعة طرابلس للجامعة اليسوعية، فواز حامدي من البيات، خليل عطية من كفالات، باري عادية من منتدى طرابلس للشباب، اللي عطيوا من وقتهم ومن خبرتهم ومن مصداقيتهم ومن محبتهم للشمال لنجاح هالمشروع. بعتذر طرف إذا تشكرات شوي كثيرة، بس لابد من شكر وذكر كل شخص ساهم لنجاح هالمشروع. بدي أشكر كمان فريق عمل جائزة موريس فاضل اللي هن سارة الشريف وريم حاج علي، اللي بيعرفوني شوي بيعرفوا انه انا بجاوب بسرعه كثير على الاس ام اسات والايميلات اللي بينبعثوا لي اي ساعه اللي كان، وعم جرب عالج هالموضوع لان صار شوي تقريبا مرض. بس في شخصين بالعالم بيجاوبوا اسرع مني واي ساعه اللي كانوا، حتى 3 الصبح ريم وساره. بقى شكرا على جهدكم وعلى شغلكم من كل قلبكم. بدي اشكر كمان موريس فاضل لان هو سبب وجودنا سوا اليوم وكل عائلته، بدءا برفيق الدرب ونجاحه ديانا فاضل، مرورا بولاده كلهم حبيب كريم روني، وصولا الى زوجي اللي هو الداعم الاساسي لهالمشروع ولالي كمان. بدي اخيرا اشكر كمان سلف غير اللي ساعدونا، كل شخص او مؤسسة راح تساعد بالمستقبل اي شاب عنده طموح ومشروع ونية للنجاح عبر هالمسابقة اما لوحده، لانه هيدا هدفنا الاساسي كمان وطموحنا يصير دعم الشباب والطاقات الواعدة ثقافة عند الكل، خاصة عن كل واحد قادر على المساعدة والدعم. هلأ رح جرب أعطي صورة معاكسة للصورة اللي عنا إياها كلنا عن الشمال، حتى أهل الشمال هالصورة، أنه يمكن الشمال منطقة محرومة ويمكن الشمال ناقصة كتير وبحاجة لكتير. خلينا نتفق اليوم خلينا نقول أنه الشمال غني بشبابه بمواهبه بأفكاره بطموحاته، وخلينا نركز على هالإيجابية قبل كل السلبيات. فتنثبت هالصورة انه شمال غني، لازم نآمن بهالمواهب وندعم هالشباب ونوثق فيهم بقدرتهم على الابداع والتغيير. فقولوا معي هلأ قولوا معي شمال غني. فاليوم كمان عم نطلع براعم شركات واساسات احلام كبيرة وافكار كتير انطرحت على مدى 6 شهور. اما هلا انا بدي اتوجه لاصحاب المشاريع الموجودين هون اللي صرنا 6 شهور عم نشتغل سوا، وبعتقد صرنا نعرف بعض منيح. بقى بدي اقلكن انه انتو انا اكيد انكن ناجحين حتى اذا ما ربحتوا اليوم. انتو ناجحين لان المهم انه افكاركن انطرحت وانه اخذتوا من وقتكن تتفكروا وتدرسوا هالمشاريع وتطوروهن. بقى اكيد انا انه بهمتكم وبهمتنا وبهمت كل انسان في ساعد وعنده قدره تيساعد هالشباب، رح نقدر نحقق مشاريعكم. وان شاء الله بعد 10 سنين او بعد 20 سنه او بعد 75 سنه اللي هو عمر مشروع موريس فاضل، رح تكون مشاريعكم غيرت وجه وصوره منطقتنا شمال. ما رح طول عليكم اكثر، ورح ارجع محل ما بلشت انه اهم ناس موجودين معنا اليوم هن اصحاب الاحلام. لا مش الاحلام، اليوم بدي اقول اصحاب الطموحات، لان الاحلام يمكن ما تتحقق اما الطموحات اكيد بتتحقق، واهم شيء بتندعم. بقى شكرا لحضوركم ورحبوا باصحاب الطموحات.